ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي احنا حطينا الصدور في الفرن، بص بصه كده عليها مع حضراتكم، بدات تجف بس لسه، بصوا في جزء بدا ياخد لون، هلف بس الصاج اهو من هنا، شايفين دول، هنلفه بقى كده يبقى الناحيه دي لحد ما يستوي. لا هو تمام، هو طالما اتدهن من تحت خلاص هياخد اللون عادي. هنشوف بقى واحنا شغالين كده باذن الله. طيب انا دلوقتي هنعمل شويه مكرونه لطيفه جدا بالسبانخ، هي مكرونه فلورنسا، هي مشهوره قوي ومن المكرونات الجميله. طبعا لو عملتوها بالسبانخ الفريش وقطعته مع السبانخ دي، ممكن ورقتين ريحان، ورقتين سلق، يعني ادوها بس شويه فايده، لان هي هيتحط فيها كريمه ومشروم فهي هتبقى متطعمه حلو. طيب خلينا نقول المقادير ونبدا فيها مع بعض. بسم الله، عندنا المكرونه الفلورنسا، هي مكرونه بنه، وهنحط معاها كوبايه من المشروم شرايح وبصل مفروم، كوبايه من السبانخ، كوبايه من الكريمه، عصير ليمون، جبنه بارميجان لو كانت موجوده، توم باودر، وزيت زيتون، وملح وفلفل. هي الحقيقه جميله جدا من اطعمه المكرونات اللطيفه ومشهورة جدا في بلدها طبعا. لكن خلينا ايه نبدأ كده بالمشروم. طبعا المشروم اللي بنجيبه لازم ننظفه بالمناديل، علشان احنا، حاضر يا روح قلبي، عشان المشروم ده من الحاجات اللي ايه زي ما بيقولوا السفنجة، وليه انواع كتير قوي. احنا بقى في مصر هنا بنستخدم اشهرهم، يعني المشروم الابيض اللي احنا شغالين بيه دلوقتي، وانا هكتر منها عشان هو مفيد. بصوا كده شايفين ازاي، ناخد شويه حلوين كده. المشروم الفريش ده حاجة تانية يا جماعة والله، في ناس بتحبه قوي. وطبعا ده بنقطعه من ضمن المشروم عادي جدا. ليه فوائد كتير، عايزة اقول لكم هو محارب للكانسر وبيقوي المناعة جدا. في مضادات كتيرة جدا للأكسدة، غني طبعا بنسبة بوتاسيوم كبيرة. أصلا هو من الحاجات اللي بتحافظ على السوائل في الجسم وبيظبط مستويات الضغط بشكل كويس. عايزة أقول لكم خالي من الدهون ومصدر عالي جدا للألياف. بصوا بقى، عايزة أقول لكم مليان معادن وفيتامينز، يعني المشروم ده دي بتقلل بقى من نسبة الكوليسترول الضار. بصوا كده هناخد البصلاية دي، بسم الله هنشوح كده، مش عايز يحط بصل خالص ويحس بطعمه ممكن يحط بصل باودر. ماشي، انا هحط رشة ملح وفلفل، رشة فلفل، وبعدين هنقلب كده. التوم بيليق جدا جدا مع السبانخ ومع المشروم، وطبعا لو تواجد المشروم ده لازم احط عصير ليمون شويه. تمام، انا هاخد هنا شويه المشروم دول، خليني احطهم هنا الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا بيخس شويه لما بيتعرض للطهي، غير طبعا اللي احنا كنا بنجيبه معلب او اللي احنا بنعمله في البيت وبنحفظه بطريقه كويسه. يبدا يغمق كده لونه، هحط معاه رشه عصير ليمون، معلقه لازم من عصير الليمون، ونقلب كويس. كده شويه بقى من الثوم الباودر، لا اللي عايز يحط ثوم باودر، بصل باودر في يعني مكان اللي احنا حطيناه مفيش مشكله خالص. تعالوا بقى ناخد كده من السبانخ، السبانخ دي كمان ورقتين ريحان مع السبانخ دي هيبقى حلو قوي. لو هي فروزن هنعصرها كويس، السبانخ دي مفيده جدا انها مليانه مضادات اكسده وبتقوي جهاز المناعه جدا. بصوا،
ومفيده جدا يا جماعه لتنظيم ضغط الدم. بصوا عايزه اقول لكم بتعزز جدا صحه القلب والاوعيه الدمويه، وبتقلل برضو من الكوليسترول الضار في الجسم. بصوا كميات كبيره جدا من الالياف والسوائل الضروريه لتحسين عمليه الهضم وحركه الامعاء. بصوا عايزه اقول لكم السبانخ دي الناس الممسكه بتاخد سبانخ عشان مش مطبوخه، بتاكل السبانخ دي في العجه، بتاكل السبانخ دي في ناس بتضربها على فكره في العصير، يعني يقول لك العصير الاخضر ده بيحطوا فيه التفاح ويحطوا فيه سبانخ وعودين كرفس ويحطوا فيه سلق وبيشربوا العصير الاخضر ده، عايزه اقول لكم رائع، وفي معاه بقدونس كمان، فبيبقى رائع بينقي الجسم وزي ديتوكس. عايزة أقول لكم هي مفيدة جدا طبعا لصحة الجلد والشعر، لأن هي مليانة في فيتامين ألف وفيتامين جيم ونسبة حديد لا يعلى عليها. للناس اللي عندهم أنيميا يقول لك دايما كل بتنجان وكل سبانخ وكل بنجر. بصوا كمان بتحافظ على رطوبة الشعر جدا وبتقلل من ظهور حب الشباب. بصوا أنا هنزل بالكريمة، الكريمة دي بقى عشان أدي طعم كده وتيست حلو، وهزود طبعا باقي الكريمه. تقدروا بقى اللي عايز يحط مرق شويه ويدعم بمعلقه دقيق شوفان مثلا، مش شرط يكون دقيق ابيض يعني مثلا، مفيش مشكله. بصوا كده دي الخليط بتاعها. بصوا وبعدين هنبدا نجهز هنا ليه تغلي، بس غلوة حلوة. هحط الجبنة البارميجان، بارميجانو أوريجانو طبعا لو متاحة، هي دي نسبة بسيطة قوي يعني تقريبا كده ايه حاجة لا تذكر، يعني جيش 50 جرام او حاجة بس تدي طعم وتيست. احنا بنعملها زي ما هي بتتعمل في بلدها، يعني اللي عايز ما يحطش مش مهم البارميجان مش مهم يعني. وبعدين هنبدا اللي عايز يحط رشه بقى جوز الطيب ويظبط الايه رشه الفلفل رشه الملح بعد وضع الكريمه والاضافات اللي احنا حطيناها دي. وبعدين هنحط شويه من المكرونه دي بقى البنه، لو في شويه من ميه المكرونه ما فيش مشكله، مش هتقول لا ابدا، اصلا هم بره فلما بتتسلق المكرونه لازم ياخدوا من الميه بتاعتها كده كبشه او كبشتين علشان طبعا الكريمه هتدي تيست وطعم جميل الحقيقه مع الجبنه طبعا، وطبعا مع المشروم والسبانخ. ففي ناس ممكن تبقى المكرونه دي مش على هواهم يعني بيحبوها، بس احنا لازم نجرب حاجات تانيه حلوه ومفيده وممكن نضيف فيها الحاجات اللي احنا بنحبها. بصوا دي المكرونه حلوه قوي ومش عايزه اكتر عن كده، هرفعها بقى من على النار وايه نبص بص على الشوفان والصدور. بصوا بقى بدات خلاص تتاخد فيه التسويه، هنضطر بقى نديها بس لون من الناحيه الثانيه كمان اهو، تاخد لون شويه تبصوا عليها براحتكم. تسلموا شكرا. وتعالوا بقى نقدم المكرونه دي. بسم الله. بصوا بسم الله. طبق باستا فلورنسا جامد جدا. صحة وانا على قلب حضراتكم. طبعا الجبنه بتسيح في وسط الكريمه فبتدي تيست وطعم للكريمه نفسها او للمكرونه نفسها اتغلفت بيها فبقى طعمها رائع جدا. تعالوا بقى نحطها هنا. بسم الله. وهنستسمح حضراتكم في اننا نطلع لي استراحه بسيطه
بصوا المكرونه جميله، يا ريت حضراتكم تجربوها وتدوقوها وتقولي راي حضراتكم فيها. الولاد على فكره يحبوها قوي جدا لانها ليها تيست حلو. احنا دايما لما بنروح اي مطعم بنبقى عايزين نطلب الباستا دي، وانواع كتير كل واحد له ذوقه، يعني بيحبها وايت صوص بيحبها ريد صوص، فهي يعني من الحاجات الايه الجميله اللي بتعد من الحاجات البيضه او الصوصات البيضه. يعني اتمنى تنول اعجاب حضراتكم. اسمحوا لنا بقى دلوقتي نطلع استراحه بسيطه، هنرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفه حلوه جميله نعملها برده بالشوفان. مكرونه دي ما تترميش، هنحطها في كيس في الفريزر، وقت ما هعوز مكرونه ثانيه يا دوب هنزلها بميه سخنه بتغلي واطلعها استخدمها في اي وصفه، احط عليها بقى مكرونه تبقى بولونيز، شويه لحمه مفرومه احطها في طاجن، واحط عليها شويه فراخ باقيه عندي مسلوقه وشويه موتزاريلا وصوص ابيض، هتبقى رائعه. المهم ان هي هتشتغل معايا تاني، مش يعني هستغنى عنها. اسمحوا لنا بقى نطلع الاستراحه، وفي انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.